ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنشتغل النهاردة على السويتش مود اللي شرحناه آخر مرة، اللي شغال بفيدباك، شغال بفيدباك بالفوتوكابلر، شغال بالفيدباك بالفوتوكابلر. طبعا أي داير بار علشان نحدد ال 220 بتوعها بنجيب المكثف ال 400 فولت، المكثف اللي بيكون مكتوب عليه 400 فولت او 450 او 500، المكثف ده مكتوب عليه 400 فولت، تمام؟ بنجيبه وبنرجع بيه لورا علشان نقدر نحدد الاي سي، الدخل الاي سي بتاعه. هناخد مثلا النيجاتيف الاول، هناخد السالب الاول، وهنبدأ نمشي كده مع بعض. لحد ما بنوصل هنا للسوكت الـ AC اللي هو داخل الكهرباء، هناخد الطرف الموجب. طبعا الطرف الموجب ده هيقدر ان هو من خلاله هيقدر يحدد لك اذا كان في فور دايت او اللي هو فور بريدج او هاف بريدج. فهناخد الطرف الموجب ده، هناخد الطرف الموجب بتاع المكثف الكيميائي اللي هو بيكون عليه 400 فولت، وهنبدأ نعمل بيه رجوع. هنلاقي هنا في دايود، هنرجع هنسيب الدايود ونرجع هنلاقي في دايود تاني، وهنمشي كده مع اللاين ده، مع الخط ده، هنلاقي فيه مقاومة. المقاومة دي اهي، دي مقاومة الحماية اللي موجودة، بتكون تقريبا 47 اوم. ممكن تلاقي فيوز، ممكن تلاقي اي حاجة. هنمشي كده مع الخط. طبعا انت ممكن تلاقي الخط ده ماشي في كذا اتجاه، مالكش دعوه بيه، هو بدل ما صابب جوه البورده اكيد مش متجه لاي سوكت من السوكتات اللي بيكون عليها الكهرباء. هنمشي كده مع بعض، هنبقى نلاقي الخط التاني، يبقى ده الخط التاني من الايه، من الكهرباء. جميل. هنبدأ بعد كده هنمشي بقى خطوه خطوه من بدايه ال 220 لحد ما نوصل للمكثف نفسه. هناخد الطرف الاولاني ده وهنبدأ نمشي بيه لحد ما نلاقيه واصل للمكثف السالب، وهنلاقي هنا ده دي الاي سي بتاعتنا. الاي سي بتاعتنا طبعا ال ان كي 304، معروفة جدا. هنعمل كده الاتنين دول والاتنين دول السالب اللي انا معلم عليهم، دول السالب، وده الدريم بتاعك، ده الدرين، وده البي بي اللي باي باس الستارت الاي سي، وده الفيدباك. جميل. يبقى احنا كده وصلنا لحد السورس، هنلاقيه واصل لحد الايه، السورس بتاع الاي سي، واصل بالاربع اطراف دول. هنرجع للطرف الثاني للكهرباء. طبعا وانت ماشي هنلاقي هنا ده الاولاني، هنلاقي الفيرستور، والطرف الثاني بتاع الكهرباء هنلاقي الفيرستور بتاعنا، فيرستور الحمايه. واحنا ماشيين هنلاقي الكباستور، الكباستور هنا مش موجود، الشركه مش منزلاه. طيب هنبدا بقى نمسك الخط الثاني وهنمشي، هنلاقي المقاومه هتلاقيها واصله لاثنين دايت اللي هما النص موجة، دول واصلين على الموجب، واصلين على الترانسفورمر، الترانسفورمر الملف، خارجين من الملف الابتدائي داخلين على الايه، على الدرين على طول. جميل. يبقى ده الملف الابتدائي بتاعنا اللي هيقوم بنقل 300 فولت للدرين. يبقى هنخش على الوظيفة اللي بعدها، وهي وظيفة الباي باس، مكثف السيراميكي اللي هو بيعمل شارج، بيعمل شحن وتفريغ للجهد اللي بيخرج من الاي سي من الداخل علشان يعمل شحن وتفريغ ويخلي الاي سي تشتغل ويطلع مجال مغناطيسي من خلال الملف. يبقى هناخد رقم 3 هنا اللي هو ده،
لان احنا بنعد 1 2 3 4 5 7 8، هنلاقيه واصل بمكثف فعلا سيراميكي، ومكثف السيراميكي ده واصل بال السورس. طبعا الاي سي ال ان كي 304 اي ساعات الباور بتبقى مختلفه، يعني الباي باس بتاعها بيبقى مختلف، ممكن المصطلح يختلف، بس خلينا نتكلم على ال ان كي. ال ان كي طبعا من الاي ساعات المشهوره جدا، هي بتخرج من جواها فولت علشان يتحط مكثف بره. طبعا ده شغل تصميم دوائر وتصميم للمكون نفسه. بيخرج من الاي سي 5.8 مكثف، ده يا بيثبتهم او بيرفعهم لحوالي ممكن 6 أو 7 فولت، بيبدأ يرفعهم علشان يشغل الاي سي. هنيجي الجزء الخارجي هنا. طبعا احنا هنا عندنا في خارجين، الهاي واللو حسب برضو التصميم. هنعمل كده هنا، ده ملف، ده الارضي مشترك، وده كمان ملف. تمام. طيب هنشوف هنبدأ ناخد طرف طرف، هنقيس كده الطرفين دول مع بعض والطرفين دول مع بعض. ادي كده، ده ملف وده الملف التاني، بس هو مخلي الطرف اللي في النص ده مخليه هو المشترك بين الارضي. هنعرف دلوقتي. هنبدأ بالطرف التاني. دايما في اي ترانسفورمر شوبر عشان تقدر تعرف هو كام خرج، هتعمل زي ما بعمل، هتمشي مع الخط ده مثلا، هتمشي هتلاقي فيه هنا دايود، فيه فعلا دايود هنا. الدايود ده لو قلبنا كده هنلاقيه هنا، ممكن ما يكونش باين، هو ده هو ده. تمام. هنقلب هنلاقي فيه دايود، الدايود ده اهو، الدايود ده ماشي كده، هيمشي. انا بدور دلوقتي على مكثف الكيميائي اللي بيعمله تنعيم، ماليش دعوه باي حاجه هو واصل بيها تاني. هلاقيه واصل هنا فعلا بالمكثف الموجب ده، اللي هو مكثف الخارج، وتقريبا ده خارج 6 فولت المكثف الكيميائي ده، لان هي قانون يعني دايود يبقى بعديه مكثف عشان يعمل عمليه شحن وتبريد. هناخد الطرف التاني اللي بعديه، هنمشي كده هنلاقيه واصل بالارضي، هنلاقيه واصل بالأرض، هنمشي كده هنلاقيه واصل بالأرض. جميل. هناخد الطرف التاني، هنلاقيه ان الطرف التاني واصل بالموجب بتاع المكثف بتاع الدايود ده، فالأصبح ان الملف، ان الطرف ده نو كونكت، مش داخل في الدايرة. جميل. مش داخل في الدايرة. ليه مش داخل في الدايرة؟ لان انت لو لاحظت ان الخارج بتاع الملف ده ماشي ماشي ومعدي وداخل جواه، وخارج رايح للايه، المكثف الموجب، فاصبح ان ده ملوش اي قيمه في الدايره. يبقى فاضل خارج واحد تاني، هنمشي كده هنلاحظ ان في دايت، هنمشي كده هنلاحظ ان المكثف الموجب بتاعه اهو، ده مكثف التنعيم بتاعه اللي هو المكثف التاني ده، اللي هو منفخ شويه. جميل. واصبح كده ان الارضي ده لو مشينا وراه هنلاقيه واصل بالارضي المكثف التاني اهو، فاصبح ان الطرف مشترك اللي هو الطرف ده. جميل. ده بالنسبه للخارج. احنا كده قسمنا الخارج، عرفنا الدرين والسورس من جوه فين. الدرين والسورس طبعا قلنا الدرين، درين الموسفيت الداخلي، والسورس سورس الموسفيت الداخلي. ودلوقتي فاضل لنا الفيدباك. الفيدباك طبعا هي عينه بتيجي من الخارج علشان تحدد للاي سي، تخش تغذية هنا عشان تحدد للاي سي كام خارج في الباور طالع، علشان تثبت اي سي درايفر على السويتش ده. هنبدأ كده هنا، السويتش بتاعنا اللي هينقل العينة الفوتوكابلر، الفوتوكابلر هتنقل عينة الخارج وتدخلها على الاي سي. جميل. تعال بقى نعمل زوم شوية. هنا رقم 1 2 3 4، 1 هي الموجب الدايود الداخلي، 2 السالب بتاع الدايود الداخلي، طبعا ده دايود ضوئي. جميل. هنعمل كده، ده الدايود الداخلي، وهنعمل كده، ده الكوليكتور وده الاميتر، ودايما الكوليكتور بيبقى في الصف اللي فيه الايه الموجب. بس هنزل
هنا الموجب الناحية التانية الكوليكتور، السالب الناحية التانية الإمتر. خلينا ناخد الجزء اللي جوه الأول. الجزء اللي جوه اللي هو الكوليكتور الإمتر، طبعا ده ترانزستور ان بي ان، فهيدخل كهرباء من هنا هتخرج من هنا حسب الضوء اللي هيجي للقاعدة الداخلية اللي هو الفوتوكابلر ده. وانا الفوتوكابلر طبعا انا اتكلمت عنه في القياس كتير. جميل. الجزء اللي فيه الباي باس هو فيه جهد 5.8 هيستخدمه المصمم ان هو يدخل للكوليكتور. لو مشيت ورا اللاين ده هتلاقيه واصل هنا وداخل هنا، هتمشي كده وهتلاقيه واصل هنا، واول ما تيجي تدي على الدايود فولت عشان يطلع الضوء عشان السويتش يحصل، لان الفوتوكابلر هي عباره عن دايود ضوئي وترانزستور ضوئي. الدايود بياخد من 9.1 او 1 فولت او 1.1 يطلع ضوء، فيقوم الكوليكتور الاشاره اللي داخله له هيعدي جوه الاشاره اللي هي جهد يعني كهرباء، هيعدي جزء منها ويروح على الفيدباك، فاصبح ان هو شغل الفيدباك من خلال الجهد بتاع الباي باس. هندخل كده وهنخرج من هنا ندخل على الفيدباك، وتقريبا هنا بيكون في 2 فولت في الجزء ده، يعني هو بياخد من المنبع ده. طبعا المنبع ده مش هيتأثر لان في هنا مكثف بيحافظ على الجهد اللي موجود هنا اللي هو 5.8. المكثف ده بيفضل محافظ، يعني مهما خدت منه هو هيفضل محافظ على الشحن والتفريغ، فهتاخد جزء من هنا 5.8 وهتبدأ ان انت تطلع منه جهد صغير وليكن 1 فولت او 2 فولت. تعال للجزء الاسهل. انت هنا ده الدايود الضوئي، هتلاقي دايما بيحطوا مقاومة على التوالي على التوازي مع الدايود علشان تعمل حماية للدايود من اي ارتفاع للجهد. وهنبدأ هنا ناخد الموجب. الموجب هنا هتلاقيه ماشي ماشي معاك، هتلاقيه واصل بمقاومة. المقاومة دي واخدة من منبع الباور اللي هو اصلا جاي من الدايود اللي جاي من الترانسفورمر اللي هو ترانسفورمر الخارجي، تمام، اللي هو المكثف ده. جميل. هنعمل كده. المقاومة دي طبعا هتقلل معانا التيار جامد لان الدايود اللي جوه ممكن يتحرق، فالمكثف هيخرج منه الكهرباء هتدخل على الموجب، هتخرج منه لان ده دايود ضوئي، ف يعني هو من اشباه الموصلات، موجب مع موجب هيعدي التيار عادي جدا. هيخرج من السالب هنا في اللحظة دي، هو حاطط زينر انحياز عكسي علشان يعمل امتصاص للجهد الزائد وياخده جواه ويبقي هنا بس 1 فولت. يعني تخيل ان ده 6، المقاومة ممكن تاخد 1 فولت، الدايود هيعدي 5 فولت الباقية هتدخل هنا. الزينر ده هياخد تشبع 4 وهيفضل 1 فولت، فالدايود هينور من خلال الايه الواحد فولت. طبعا الكاسود بتاع الزينر واصل بالسالب اللي هو الكاسود بتاع الدايود، والموجب بتاع الزينر واصل بالسالب عشان يعمل انحياز عكسي، ودي من افضل وظائف الايه الزينر. ففي اللحظة دي لو انت خرجت من هنا وليكن مثلا 6 فولت، هتمشي التيار هيمشي كده هيدخل على المقاومة. المقاومة دي مثلا قيمتها 1 كيلو، هتقلل التيار شوية بس مش هتقدر تاخد الجهد كله عشان ما يعملش لود عليها. هتخرج على الموجب لان هو عايز يحافظ اصلا على الدايود اللي جوه. هيخرج من الموجب هنا هيوصل على الدايود على السالب الكاسود، هيمشي هيلاقي هنا الزينر هيعمل له تثبيت جهد. ودي طريقه من طرق الفيدباك اللي في دوائر السويتش مود. في افكار كتير جدا، بس افضل الافكار اللي استخدمها المصممين هي الفوتوكابلر. ان شاء الله اللي جاي اقوى باذن الله. في على مدار ما احنا عايشين ان شاء الله هبعت لكم فيديوهات اقوى من دي بكتير. اسال الله لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله.